فنانة ألين لحود، مساء الخير. مساء النور ألين. السنة الماضية يور دريس أخذ نمبر 1 صح على ريد كاربت، هالسنة نقيتي نفس الديزاينر أو غيرتي؟ لا، السنة صراحة الفستان منه مخيط، جبته خالص يعني من مجموعة باتلز أند بيرلز، بس أكيد كثير مبسوطة إنه السنة الماضية طلع أحلى فستان، إن شاء الله السنة. لا أنا برأيي أكيد حيطلع كمان من بين العشرة أتليست. لا إن شاء الله، ثانك يو. ألين اليوم أنت جاية لتكرمي صح؟ فينا نعرف، خبرينا هيك قبل ما تفوتي مين الشخصية اللي رح تكرميها، وعرفت كمان إنك حتغني لنا اليوم. اليوم رح كرم شخص مش كتير بعيد عنا، هي عمتي بابو لحود سعادة، مصممة الأزياء اللي رح تتكرم على مسيرتها بتصميم الأزياء، ورح شارك بمدلة تكريمي للست صباح ضمن مجموعة أغاني رح أقدمها أنا وزملائي من الفنانين. نعطيك أكيد ونسمع صوتك الحلو. Thank you and good luck. Thank you so much.